ما حكم إعارة الأواني والمفارش لأهل الميت مع العلم أنهم يحتفظون بها إلى أن يجعلوا كما هو معروف في بلادنا أسبوعا أو 40 يوما؟ وهل هذا أو هذا من البدع كما هو معلوم؟ ما الحكم في ذلك؟ ما حكم إيش؟ إعارة الفراش والأواني لأهل الميت. هذا إعانة لهم على شيء لا أصل له. هل المآتم وهل الحفلات اللي تقام لا أصل لها، وهذا من الآثار والأغلال والتكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت إذا أعرتهم أعنتهم على هذه الأمور